السلام عليكم، صح رمضانكم وصح فطوركم احباس كيما راك. الحلقه تاع اليوم ابل سبيسيال وعلى جالها ولينا حتى الوهرن وطيق الهوزن. انا اليوم تفصل روح نضرب دوره ونروح كاع البلايص اللي مازال ما رحت لهمش، ما بلا ما الفيكتيم تاعنا طحنا في الشبكه. السلام عليكم. اخلع مشاهدينا الكرام، الضحية نتاعنا اليوم راني خايف منه، نقولكم الصح، طويل عريض قادر يرفدني ويردخني نورمال، بصح المخرج نتاعنا هو اللي دبر راسه، هو اللي عمد عليه وقال لك نطيحوه في البياج. الضيف نتاعنا اليوم الا وهو الشاب حسام، اويلو بروبلام نطيحوك في البياج هذا العام يا الشاب حسام، وغادي تنخلع. تنخلع على حساب الشوفة راهي فيها السواري شابة، بصح إذا خلاونا نكملوها هاد الجماعة غير نتاع الخلايا. الله يسلك على خير. الشاب حسام جا للعرس كي العادة، يخدم ويزهي الحالة، وحد الآن راه مأمن باللي هذا عرس تاع الصح، سيرتو اللي شاف كبار وصغار والناس كاع زاهية. تنخلع هذه اليوم اون ديمون تول مون في لا بيس هيا كل بيكسو يلا تول مون. جيب البركه عليك. الله يبارك فيك. بصح خلص دينك دينك بعد ترجع كيما هذا. شو هذا؟ شو كيما هذا؟ شو كيما عرس خسر ما عندك تهضر معاه. ها هو تقلق حسام، مي الحمد لله مازال ما دار والو. لا قوم اسمع نضحكوا نلعبوا خلونا نضحكوا. الله يعطيها الميكرو. لا اسمع لا خاصه حبس راسو. مين خاصنا العرس رضا؟ لا ولي صاحبي غني. لا غني 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 محمد هذا انا شفته. لا ولي غني هذا انا شفته. لا ما عنده وين يروح صاحبي بتخلصنا العرس هادو لي جون كاع وما قدروش يردوا. صاي عول يخرج. شوف لي في وجهه صار واحد صمد مر صاي سلام صاي وخر وخر صاي حسام سيدي كان راك يا شيخ حسام. والله ما زلت مخلع والله العظيم.